هل فكرة إن محمد صلاح خد المركز السابع أثارت بعض الأقاويل في الحفل ولا شافوا ده أمر طبيعي؟ لا انا بص، كان في حاله صدمه الحقيقه. انا كنت في الميديا سنتر وقت اعلان الترتيب، اول ما قالوا المركز السابع محمد صلاح انا سمعت تأوهات الصدمه يعني من الصحفيين، وكل كان مستغرب جدا. وانا كان ليا يعني حديث مع بعض الصحفيين من بولندا ومن اسبانيا ومن فرنسا من هنا، وايضا من دول افريقيه، وكلهم الحقيقه من غانا ومن موريتانيا وغيره، كلهم كان عندهم يعني تعجب كبير جدا من ترتيب صلاح المتاخر. الكل كان بيتوقع هنا من اول اليوم ان صلاح هيكون موجود في التوب 3، ولو تراجع ترتيبه هيبقى من افضل 5 لاعبين، لكن فكره انه تراجع للمركز السابع كانت فكره غريبه جدا يعني، او لاقت انتقاد نقدر نقول من جانب كل المتواجدين سواء صحفيين او حتى جماهير. من قبل الجائزه انا كنت موجود مع الجماهير اللي موجوده، كانت موجوده حوالين مسرح دوشا، وكلهم برضو طبعا سألتهم عن محمد صلاح، كلهم كانوا بيتوقعوا له ترتيب متقدم الحقيقة.